احنا دولة مؤسسات وقانون. اليوم عندنا افراد اللي نحكم عليه 6 شهور بجرائم عمدية، جرائم جنائية، يمنع من الترشح حتى وان رد اليه اعتباره. احنا مو هذا القانون موجود، مو بموجود اليوم طبقناه على مؤسسات يا اخي، وهذا ايضا حتى موجود في الشريعة، ان الله يغفر ذلك الا يشرك به، معناته ما في. فبالتالي هنا النصوص الموجودة لانها جرائم ماسة لا يمكن الاغتفار بها حرمها ولم تنل من جوهر الحق اصلا. هذا المقترح قدمناه على ناس كان ولائهم للخارج. هل من المعقول معالي الرئيس ان يساوي القانون بين من يعترف بالدولة وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والتنفيذية والقضائية ويعترف بقوانينها ودستورها وبين من لا يعترف؟